نوستالجيك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. الاخبار قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي وفاة الفنان سواغمان في سجن المرناقية، وفما صفحات قاعدة تدعي بالرحمة تتناقل في تصاور وكل الحقيقة باش ناخذوها مع محامي سواغمان الأستاذ مهدي اللوزي. دونك هذا الخبر قاعد يدور بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فما صفحات قاعدة تكتب في الخبر هذا إن الله وإن إليه راجعون، خبر وفاة الفنان سواغمان من سجن المرناقية، وفما صور قاعدة تتناقل لسواغمان. كل التفاصيل باش تكون مع الأستاذ محامي مهدي اللوزي، محامي سواغمان. منعرفش إذا كان المحامي موجود معنا، به نحاول نتصلوا به بعد لحظات. ما خليني نقول أن هذا الخبر عاري عن الصحة، هو خبر معناتها إشاعة. فما حاجة ملفتة وغريبة شوية، أنه وليت هناك بعض المواقع والصفحات اللي تعمل في أخبار وإشاعات غالطة، لكن في نفس الوقت قاعدة توهم الناس بأنه الأخبار هذه صحيحة. كيفاش يعني؟ أنها جي تاخذ لوجوات متاع وسائل إعلامية تونسية، مثلا أنا الموقع اللي قدامي مسمي روحه موزايك فقط، وحطت اللوجو نتاع موزايك اف ام. معناتها كي تشوف انت المصدر تلقاه مصدر يشبه في الفيزيوال للموقع نتاع موزايك اف ام، اللي هو موقع عنده مصداقيه كبيره عند الناس. فهذه الصفحات سيقع مقاضاتها لانها تستعمل في لوجوات اذاعه موزايك اف ام، وتستعمل في اسم موزايك اف ام، واكثر من هكا قاعده تنشر في اخبار غلطه، اخبار غير صحيحه. أؤكد أنه خبر وفاة سواغمان في سجن المرناقية هو خبر عاري عن الصحة، لا أساس له. سواغمان مازال في صحة جيدة في سجن المرناقية حسب المعلومات اللي جاتنا من عند المحامي متاعه، اللي عنا صعوبة تو باش نتحصلوا عليه. وهذا الخبر معناتها نأكده لكم، عيب على اللي قاعد يصير، عيب جدا جدا جدا، وخبر غلط. سواغمان كل الأخبار اللي تتنقلها بعض الصفحات ونقول أن الصفحات هذه مخادعة وتخادع الناس، معناتها غلطة، وسيقع مقاضاتها من قبل إذاعة موزايك اف ام. وخلينا نمشي للأستاذ طيب الصادق، محامي سواغمان. أستاذ طيب مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك. لباس عايشك، مرحبا بمستمعين موزايك اف ام. أستاذ ياريت تطمننا على قبل كل شيء، سواغمان في صحة جيدة، ما عنده حتى إشكال من ناحية الإشاعة على الأقل، والأخبار اللي استغربناه البارح واستشرى في المواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير عادي. البارح كيف سمعت طبعا الحق اصدمت من الوضعية، كلمتني صحفية من الشروق تسأل فيه على صحة الخبر، فتواصلت مباشرة مع الهيئة العامة للسجون ومشكورين، أكدوا لي وبتواجد حتى مدير سجن المرناقية أن الخبر معناها مجرد إشاعة مضحكة وما عندهاش أساس من الصحة. ولكن حتى الهيئة العامة للسجون بعد كيف تأكدت من كون الإشاعة فعلا في الإسباس، اضطروا حتى هما يعملوا بلاغ في الموضوع، ومعناها واصدر البلاغ من بعد يأكد الكلام اللي قلته على لساني، واللي كان معناها يأكد اللي الموضوع مجرد إشاعة. أستاذ لكن يبدو غريب جدا أنه هذه الإشاعات نتاع انتحار سواغمان وفاة سواغمان في السجن قاعدة تتوارد بشكل سريع. يعني آخر إشاعة وفاة ما عندهاش تقريبا أكثر من 15 يوم 10 أيام، وفاة سواغمان، وفما شكون كتب أن وفاة سواغمان وقت اللي توفى في السجن خذ دواء فار وانتحر بدواء الفار. دواء الفار شنو اللي وصله للسجن؟ هذه نقطة استفهام. لكن الغريب أنه الناس تتفاعل وتنشر وتتحرك إلى غير ذلك. شوف، هي المسألة ماهيش بريئة، هذا أكيد. ممكن ثم حاجات ما نجمش نقولهم توا خاطر
بتقدم الملفات نتاع سوغمان تو نحكوا فيهم، ولكن الأكيد أن ثم ماكينة كاملة تخدم ضد سوغمان، والماكينة هذه يكفي باش ترجع التالي بالتاريخ شوية تفيق اللي ثم شكون قاعد يخدم ضد سوغمان، وما نعرفوش بالطبع كيفاش قاعدين يخدموا، لكن متأكدين اللي ثم ماكينة كبيرة قاعدة تخدم. هذه الإشاعات، إشاعات وفاته وانتحاره في السجن، وين ضر سوغمان أستاذ؟ والله ما نجمش نقول لك وين ضره، لأن توا مبدئيا احنا متكتمين على الإجراءات وشنو قاعد يصير في الملف. ممكن بعد مدة ممكن نعطيك شنو نجم ضر سوغمان. يعني شنو معنوياته وشنو حالته النفسية؟ أكيد أنه قاعد يسمع في أخبار كما هكا، أكيد قاعدة توصل له أخبار كما هكا. شنو معنوياته وشنو نفسيته وكيفاش يعيش طويلة المدة متاع الإيقاف؟ أكيد سوغمان متقلق برشا من مدة الإيقاف. سوغمان معناها في الناحية النفسية متقلق برشا، طبعا الأمل ديما موجود، لكن كيف نجيبوا له خاصة أدلة جديدة ولا أشياء تخص ملفها تبرهن أن الملف كان صراحة معناها ملف فارغ، معناها حتى السلطات السويسرية ما تبعتوش معناها في تونس، راه ما تمش حتى معناها تتبع ضدها من طرف السلطات السويسرية. نستغربوا الحق تواجده في السجن لحد الفترة هذه، ولكن الإجراءات قائمة، قاعدين نحاولوا كيفاش إن شاء الله نوصلوا للحكم البارع إن شاء الله، وقريبا إن شاء الله نسمع حاجة به إن شاء الله. فقط أستاذ بربي معلومة قانونية ماذا بيه لو كانت صالح حالي، أنه سوغمان توقفت تقريبا عنده أكثر من عام وشهرين، اللي نعرفه أنه الإيقاف هو 14 شهر الإيقاف. طيب مش وقيت باش يخرج على ذمة هاو شنو اللي صار وقتي؟ هو الملف ما صار فيه حتى مستجد من الإيقاف نتاعه، ما ثم حتى جديد في الملف. الوقت قربت ال 14 شهر، مع العلم راهو ال 14 شهر باش نكونوا واضحين، راهو التمديد الاول كان فيه خطا اجرائي كبير، وكنا طلبنا ببطلان الاجراءات، وتوا راهو معنا الملف في التعقيب. معنا التمديد الاول نتاع الاربع شهور الاولاني، والتمديد الثاني زاد عقبناه، والقرار الاصلي في اللي صدر مؤخرا زاد عقبناه. معناها قبل ما يوفوا ال 14 شهر قاضي التحقيق صدر قرار ختم البحث. يصدر قرار ختم البحث، اذا معناتها تعدى الملف لدائرة الاتيان. واضح. معناتها اول جلسه بالنسبه لسوغمان وقت ايش؟ اول جلسه ما زالت وما متحددتش، اما قريبا ان شاء الله. قريبا على ضوء هذه ماذا بيا ما ندخلش في تفاصيل الملف، لكن الأهم أن بصراحة معناه الملف فيه بارش أدلة براءة، وكذلك إضافة لهذايا معناه ثم خطأ إجرائي كبير تم في التمديد الأول لمدة الإيقاف، وهذا يعطينا بطلان إجراءات من المفروض. واضح. أنا أستاذ ما نحبش زادة كيف ندخل في تفاصيل الملف، لأنها اليوم القضية معناتها أمام القضاء، لكن اللي طلبته فقط هي مواعيد، لأن الناس تطرح ألف تساؤل. هذا إنسان معناتها الناس تبعوه، الناس حبوه، الناس يشوفوا فيه، الناس يسألوا، هناك كثير من نقاط الاستفهام. فقط طلبنا مواعيد، الناس تحب تعرف مش يخرج مش مش يخرج وقتش مش يخرج. المواعيد هذه ما تفوتش شهر إن شاء الله. ما تفوتش شهر. نشكرك برشا الأستاذ طيب بالصادقة محامي سوغمان. خلينا نأكد على حاجة، أنه لا أساس على من الأخبار اللي تقول أنه توفى في سجن المرنقية. شكرا للأستاذ طيب بالصادقة.